مجاميع الإرهابية الإجرامية. يشار خالد معه التفاصيل. دعا سياسيون عرب من كركوك أبناء المناطق التي لا زالت ترزح تحت سيطرة عصابات داعش الإرهابية في جنوب غرب كركوك بالثورة والانتفاضة ضد الظلم والطغيان ودعم ومساندة أبطال قوات البيشمركة لتحرير مناطقهم وإعادة الأمن والاستقرار ودحر العصابات الإرهابية وإلى الأبد. نناشد كل أبناءنا الموجودين في المناطق اللي واقعة تحت سيطرة داعش حاليا، وإن شاء الله تنتهي هذه السيطرة والهيمنة عن قريب، أن يثوروا وينتفضوا ويبدأوا بمقاتلة تلك الفلول، فلول الجرذان الحاربة، وخصوصا ما رأوه بالأمس وأول أمس بعد الانتصارات في تكريت والتقدم الحاصل في مناطق جنوب غرب كركوك، سواء من طرف تكريت أو من طرف كركوك، من طرف قوات الجيش أو من قوات البيشمركة. فهرب هؤلاء يعني يولون الأدبار ولم يلتفت منهم أحد، بل حتى تركوا عوائلهم قسم منهم. هؤلاء الجبناء على الجميع مقاتلتهم، على الجميع مقارعتهم، على الجميع الانتفاض ضدهم، إعادة الوضع إلى ما كان، نطالب العشائر، وخصوصا بعد أن كبت خلال 9 أشهر الماضية وسكتت، أن ينتفضوا وأن يعني يأخذوا حقهم ويتذكروا ما عملت بهم تلك الفلول الإجرامية. نهيب أخواننا من أبناء العشائر والعشائر العربية الموجودة والجميع للوقوف جنبا إلى جنب مع بعضهم، والوقوف مع ودعم القوات الموجودة وخاصة البيشمركة التي تريد المصلحة، يعني المصلحة الحقيقية للمواطن. بالتعاون مع القيادات والقوات الموجودة في هذه المنطقة ستتعزز القدرة على دفع طرد داعش من هذه المناطق وتحريرها بشكل كامل. رجال دين من جانبهم أوضحوا بأن الإرهاب الأعمى ليس له دين، مطالبين أبناء المناطق التي لا زالت تحت سيطرة داعش الإرهابي بمساندة ودعم قوة البيشمركة التي تدافع عن الأرض والعرض. المناطق التي لا زالت تحت وطأتهم، أقول لهؤلاء نعم، من غرر ومن أجبر ومن كان مجبرا أو خائفا أن يرقد من نومه، أن يتوب إلى الله، أن يتحد مع قوى الدفاع عن هذا الأرض. الآن يعني وقل جاء الحق وزهق، الآن قد تبين من هو المدافع الأصلي عن العراق وتربته ووحدة كركوك، قوات البيشمركة الذين أثبتوا للعالم جميعا. اليوم نسمع أصوات تغرد بكل اللغات تثني على ما قام به البيشمركة البطلة. اليوم العالم جميعا عرفوا من هو المدافع الحقيقي عن الأرض والعرض. دعم ومساندة قوات البيشمركة التي حققت انتصارات يفتخر بها كل إنسان واجب وطني لدحر إصابات داعش الإرهابي وإلى الأبد. يشار خالد، فضائية كركوك. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف السيد إسماعيل الحديدي، السياسي العربي البارز. مساء الخير عليكم سيد إسماعيل الحديدي، السلام عليكم.